وأغلق المحضر في ساعته وتاريخه. واكتب التاريخ والساعة بالظبط. ها 27 دقيقة بالظبط يا فندم. حضرتك بتقفل المحضر ليه؟ بقول لسعادتك إن كمال أبو ريا هو اللي باع المخدرات لفريد شوقي. أنت تقعد ساكت خالص، تقعد ساكت وإلا هنزلك تحت. صاحبي جدا. اسكت يا نور اسكت، ما بتفهمش في الإجراءات. اقعد ساكت. قفل حضرتك المحضر دوت. تمام قفله. حلو كده. وافتح بقى واحد جديد على النظافة بقى. افتح المحضر ده بقى يا فندم. بنتهم فيه كمال أبو ريا إن هو اللي باع المخدرات لفريد شوقي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ يا فندم بقول لسعادتك شفناه بعينينا، بعينينا دول وهو بيسلم المخدرات لفريد شوقي. ده احنا من كتر ما قعدنا نراقب المخدرات عملنا دماغ سعادتك. طب وما بلغتوش ليه من الأول؟ كنا عاملين دماغ سعادتك و اسكت اسكت. عايز تنزل تحت يعني؟ لا خلاص مش عايز ده يا فندم. يعني انا شايف بدل ما عرفنا ازاي وعرفنا منين والكلام دوت، يا ريت حضرتك تبعت معانا قوه تطلع على المخزن، والقوه ديت هتشوف المخدرات بعينيها. طب وهو الناس دي مين؟ حضرتك انا خطيبه نور، وان شاء الله هنتجوز قريب باذن الله. ولازم تيجي سعادتك بقى. أيوة. انا بعزمك اهو، وفي المكتب عند سعادتك وبعزمك. طب ومين دي؟ لا حضرتك انا ما اعرفهمش والله. ساعه القاضي اول مره اشوفهم صدقني. قاضي؟ أيوة. لا لا انت تفضلي. تفضل 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 تفضل. شكرا. شوفي ايه؟